أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك. اليوم راح نناقش معكم موضوع مرة مهم، وهو الهاتف الجوال وآثاره الصحية. طبعا لن تكون الحلقة محصورة بالهاتف الجوال فقط، وإنما بمفاهيم عامة عن الكهرباء الكهرومغناطيسية مثل الجوال والأجهزة الذكية وأبراج الضغط العالي والأبراج الهاتف وآثاره الصحية عموما، وما هو الدليل العلمي الذي يدور حول هذا الموضوع. معي ضيفين الكريمين في الاستوديو، الأستاذ عبد العزيز المبارك المستشار الأسري، والأستاذ الدكتور فيصل السويدان استشاري الأعصاب. حياكم الله جميعا. الله يحييك يا دكتور، سعيد بظهوري معكم المرة الثانية. حياك خالد، تحية لك ولضيوفك حفظكم الله. يا أهلا وسهلا. نبدأ بالمستشار عبد العزيز، هل هناك ضرورة أو أهمية لأننا نتكلم عن المضاعفات الصحية للأجهزة الذكية؟ يعني إيش أهمية أننا نتكلم عن المضاعفات الصحية للأجهزة الذكية، سواء جوال أو أبراج ضغط عالي أو أبراج تلفونات أو مايكروويف وما إلى ذلك؟ جميل جدا. طبعا مهم جدا أن احنا نتكلم عن الأشياء من ناحية نفسية ومن ناحية حتى الصحية الجسدية، لسبب انتشار هذه التقنية بشكل غير طبيعي، خصوصا الأجهزة الذكية والجوالات تحديدا، يمكن لأنه صارت فيها جميع البرامج. أنت تقدر تفتح إيميلك من خلالها، تقدر تتخاطب مع الناس، تقدر تأخذ كل الخدمات من خلالها، وهذا أدى إلى تعلق غير طبيعي للناس فيها، يعني لدرجة أنها ظهرت ظاهرة يمكن بدأوا يشخصونها من 2008، اللي هي سموها النومو فوبيا، اللي هي نومو اختصار نومو موبايل فون فوبيا، اللي هو الخوف من انك تفقد هالشيء هذا عندك. يعني ممكن يصير اعراض نفسيه لشخص يفقد جواله؟ نعم، هو بشكل غير طبيعي، وتؤثر على حتى جسديا. يمكن الدكتور فيصل يتحدث لنا فيها بشكل اكبر عن الاثار الجسديه للافراط في استخدام هذه التقنيات بشكل مبالغ فيه، وهذا اللي نلاحظه للاسف. عشان كذا انا اتوقع ان هالحلقه مهمه جدا وبشكل كبير، ان نتحدث عن مدى فهمنا لطريقه استخدام هذه التقنيه وهذه الاجهزه وهذه الالات وهذه المنتجات، اللي هي المفروض انها تساعدنا على تسهيل حياتنا وتطوير قدراتنا. نعم. لا افساد حياتنا والحد من قدراتنا، بل وضرب يمكن احيانا صحتنا في مقتل. وهذا يمكن الدكتور يوضح لنا أكثر. هو كما وضحت ان الاستعمال المرشد، لانه قد تكون لها استعمالات مفيده ايضا في الحياه، تسهل حياتنا، تعلمنا الارشادات الصحيه المهمه، تعلمنا كيف نتعامل مع الامراض، لها ضروره كبيره جدا في الحياه، لكن هذا لا يمنع ان نسلط الضوء على الجانب اللي يجب ان نحذر منه. جميل. نعم. الان المشكله الاهم يا دكتور، واللي لازم تتضح عند السادة المشاهدين، انه احنا بدأنا ناخذها من اعمار صغيرة جدا. نعم. يعني يمكن جيلنا انا وياك والدكتور والمشاهدين، يمكن اللي امهات واباء، يمكن ما جتنا التقنية الا متأخر، لكن الحين هي بدأت صارت عنصر من عناصر التربية. نعم. عشان كذا احنا لازم نتكلم عنها. نعم. التربية النفسية والجسدية. نعم. نعم. دكتور فيصل، أعطينا فكرة عن الإشعاع أو الموجات الكهرومغناطيسية، الطيف حقها سواء من ناحية الأشعة تحت الحمراء إلى ما فوق البنفسجية واستخداماتها. شكرا دكتور خالد على إتاحة الفرصة لي للتحدث عن هذا الموضوع المهم، والحقيقة قد يكون من أبسط الأمثلة للأخوة والأخوات هو جهاز الأشعة البسيط في المستشفيات، والذي يتطلب الإفصاح عن كون المريضة حامل أو لا، لحرصنا على عدم إيذاء الجنين. فهذا النوع من أنواع الأشعة أو الأشعة السينية كما تسمى، هو أحد أنواع الأشعة الموجودة في الطيف، الذي يمتد ابتداء من بث التلفزيوني وينتهي بالأشعاعات النووية، إما الاستخدامات السلمية أو الأسلحة النووية. نعم. وتختلف الأشعة إلى نوع، وتنقسم إلى نوعين، قسم من الأشعة التي تحمل الخاصية الأيونية وهي الأشعة الضارة غالبا، وهذه تحول الأجسام التي تصيبها إلى أجسام تحمل شحنات. والنوع الثاني هو الأشعة الآمنة والأشعة الأقل الغير مؤينة، والتي لا تحول الأجسام للصفة الأيونية هذه.
ويدخل في نطاق الأشعة الآمنة زي ما تفضلت أجهزة الجوال. نعم. وتمتد إلى الأجهزة المنزلية كالمايكرويف مثلا، وكذلك أجهزة البث التلفزيوني. يعني بس عشان أفهم أنا، أنت قصدك يعني الأشياء الآمنة اللي هي الحين نستخدمها هذه في طيف، والطيف الآخر هي المضرة اللي هي النووية والأشعة المؤينة. إيه نعم، وقد تستخدم كذلك في علاج بعض الأورام. إيه نعم. فإحنا نتكلم عن النوع الآمن. نعم. اللي هو مثبت أنه لا يغير خواص الخلايا أو الجسم، ويدخل في هذا الطيف أنواع حسب التردد لهذا الجهاز. والأجهزة النقالة تقع تقريبا الطيف حقها الخاص فيها خاص في فئة المايكرويف في حدود نفس التردد. إيه نعم. طيب اسمح لي يا دكتور ننتقل إلى تقرير عن هذا الموضوع ثم نرجع نكمل حوارنا. أثبتت الأبحاث وآراء المختصين أن الإنسان يقع بين مجموعة متنوعة من الأمواج والطاقات، ومنها الموجات الكهرومغناطيسية والتي تتداخل مع موجات الطبيعة المستقرة أو المتغيرة كالبرق والرعد مثلا، ومع موجات اصطناعية منبعثة من الشاشات والأجهزة الكهربائية الحديثة. والتأثير على دماغ ومخ الإنسان يكون مباشرا ويحدث بين الموجات الكهرومغناطيسية للدماغ والخارجية المحيطة به التي تكون منبعثة من الأجهزة أو المتواجدة طبيعيا. ولا ننسى تأثيرها على العين بتأثيرها على الشبكية والقرنية، حيث يكون بحدوث التهابات بدرجات متفاوتة أو انحراف في قوة الرؤية وحدوث اضطرابات في التركيز. وبالطبع فإن الجلسات الغير مريحة والغير صحية أثناء استخدام تلك الأجهزة الحديثة تؤدي إلى اضطرابات الدورة الدموية للأرجل ومضاعفات القولون وآلام الظهر والمفاصل. ومن أكثر الأجهزة تأثيرا على صحة الإنسان في وقتنا الحالي التلفزيون والكمبيوتر والأجهزة النقالة بكافة أنواعها، والقرب من الكيابل وأبراج الجوال التي تعرضنا لإشعاعاتها نظرا لساعات التشغيل الطويلة مقارنة بالأجهزة الأخرى. ولا ننسى تأثير الاقتراب من الكيابل الإلكترونية كأبراج الجوال وتأثير المايكروويف كونها تعد أقل ضررا لكونها محدودة الضرر مقارنة باستخدام الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي اعتاد الإنسان عليها. ورغم القلق الذي يساور البعض بشأن التأثير السلبي لتلك الأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من تلك الأجهزة التي تؤثر على صحة الإنسان، فإن الباحثين يؤكدون أن تلك الأمواج صغيرة جدا مقارنة بالحد الأقصى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. فقد تؤدي كثرة استخدام تلك التقنية الحديثة من الأجهزة الحديثة كالهاتف النقال والأيباد المنتشر بكثرة خصوصا بين الأطفال لحدوث اضطرابات في قوة التركيز والتأثيرات النفسية من الكآبة أو الضيق أو الضجر أو الرغبة في العزلة، مما يؤثر ذلك صحيا واجتماعيا على حياتنا اليومية. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد سماعنا للتقرير، نستكمل حوارنا عن هذا الموضوع. مستشار عبد العزيز، ما هو إدمان التكنولوجيا؟ وبعد أبغاك تدخل في تعريف الإدمان ثم بسألك عن بالضبط، عطني وقت معين للجوال أو للآيباد أقدر أمنع عنها الطفل، أقول مثلا لك ساعة في اليوم، الجوال لك ساعتين في اليوم. أبغى أعرف ما هو تعريف الإدمان وما هي حدودي في استخدام الأجهزة الذكية. طبعا الإدمان اللي نتكلم عن الإدمان نتكلم عن انفراط في 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 شيء معين. نعم. في استخدام في أي شيء، حتى في على مستوى يعني أنت لما تتكلم بعض الأدوية اللي لها نفع لما تفرط في استخدامها تنقل بضارة، حتى زي ممكن تكون زي المخدرات. نفس الشيء في استخدام التقنية هذه مبالغ فيه، لما تفرط في استخدامها بشكل مبالغ فيه هذا يعتبر نوع من أنواع الإدمان. عرف لي إفراط، أنا مهندس ويكلموني العمال يوميا، ولا أنا طبيب يكلموني المستشفى، ولا أنا ضابط ويتصلون علي العمليات، ولا أنا أي شخص جميل ما جميل. فالتلفون دخل في حياتنا اليومية بشكل كامل. الإدمان ست ساعات في اليوم تعتبر إدمان، 10 ساعات في اليوم، يعني ما هو جميل. تعريف الإدمان جميل. الإدمان أنا أعتقد من وجهة نظر المتواضعة عندما يتحكم هذا الاستخدام في مشاعرك. حتى يعني أنت لما تتكلم عن أن واحد يستخدمه في عمله هذا عمل. نعم. أنت يعني لكن بإمكانك أنك تبتعد عنه. نعم. لأنه هذا واجب عليك أنك تستخدمه فيه. نعم. فهذا أنا ما أعتبره إدمان. وتنتج أيضا وتنتج. نعم. لكن لما يعزلك عن الآخرين
وتكون متعلق فيه تماما، ويصير عندك الحالة اللي ذكرناها اللي شخصوها مشاعر سلبية إذا فقدته، مشاعر سلبية إذا فقدته، هذا هو الإدمان. وهنا تقع الخطورة، وهنا هذه الخطورة جدا بشكل غير طبيعي. نعم. لكن تكلمت عن نقطة جميلة يا دكتور، اللي هي كيف أحدد أوقات معينة مثل الأطفال ولا حتى الكبار يستخدمونها. أنا لما نتكلم عن النواحي الجسمية، الدكتور فيصل بتكلم لنا عن أثار الإشعاع وأثار الموجات والأشياء هذه، لكن في أثار أخرى الناس لا تعلمها، مثلا على حاسة البصر. البصر يحتاج الإنسان أنه يمرن بصره، يعني يتمرن على أهداف بعيدة أنه يراها. لو ما خصص لنفسه أجزاء من اليوم بعد كل استخدام الأجهزة اللي تكون قريبة من، راح يسبب له مشاكل في البصر. يعني كم أقدر أقول للطفل عندي في البيت ترى ما تسمح لك تستخدم الآيباد أكثر من كم؟ يعني أنا أتوقع يا دكتور إذا مثلا للعب هذه حسب، يعني ممكن إلى ساعة ساعة ساعة، أنا أعتبرها كثيرة حتى في اليوم، في اليوم الواحد. مو بالمشكلة أني حدد له الوقت، المشكلة لازم أحط معه مناشط أخرى، مناشط حركية يتحرك فيها فعلية. نعم. مش المشكلة الطفل أنه لما يقعد يلعب هو يلعب في عالم افتراضي. نعم. وخيالي. نعم. وفي نفس الوقت وينعزل عن الآخرين، وينعزل عن العالم. أنا لازم، مهم أني أحدد له الوقت، إن شاء الله أعطيه ساعتين ثلاث، لكن لازم أحط في الجانب الآخر أني أوفر له نشاط حركي مقابلها النشاط الافتراضي. وأيضا تطور مهاراتها الاجتماعية. نعم. يعني تلقى الأب مثلا عنده ضيوف في المجلس وجالس يتكلم معه ومخلي الولد مع الآيباد جوا وقاعد يشتغل عليه وما عنده أحد. وهذه هي المشكلة، أنه إحنا نعتقد أن إحنا نعطي أولاد، أن لما نخلي أولادنا ساكتين ونضعهم على الأشياء أن إحنا نبغى بس نرتاح منهم، ولا أنه بس نفتك منهم، عشان وإحنا فعلا قاعدين يمكن نسوي لهم جاب كبير بينهم وبين المجتمع. يعني وبين اللي أنا فهمت منك، يعني أنا أخطيت كأب إنه يجوني ضيوف في المجلس وأخلي ولدي مع الآيباد جوا في الصالة ما عنده أحد ولا أخليه عندي في المجلس، هل أنا مخطئ كأب في تربيته؟ نعم، في خطأ كبير، لازم المراقبة حتى، وهذه نقطة أخرى يا دكتور، المراقبة مهمة جدا. إضافة إلى ذلك، عدم استخدامك لحواسك الفعلية هذه في نشاط حركي حقيقي، أنت قاعد تقلل من مها من 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 وجودها، وتقلل من مهارتك فيها، وفيما بعد يمكن تصبح معطلة. نعم. يعني أنا أذكر لك يا دكتور خالد، أنا أذكر فعليا شخص، هالكلام أول ما طلعت الألعاب الإلكترونية، الآن عمره يمكن 30 أو فوق 30، هو لا يستطيع الحركة، صار للشلل بسبب الجلوس المستمر أمام التلفزيون، يؤثر على فقرات الرقبة وتأثر على الدماغ، صار رجل مشلول فعلا. فأنت تتكلم عن ناحية واحدة، غير البصر، غير الأشياء النفسية، وهذه مشكلة. دكتور فيصل، طبعا هناك تقارير كثيرة في العالم، وقد تستند إلى دراسات ضعيفة، وهي اللي تقول أن كثرة استخدام الجوال تسبب سرطان الدماغ. وحتى أول ما طلعت قصص الجوالات كان يقول الجوال إذا استخدمته فترة أكثر من ساعتين كوك يور برين، يطبخ دماغك من جديد. وجابوا الأمثلة حقة اللي شفتها أولا، حقة موية الصحة وتحط جنبها الجوالات وأنها تقعد تغلي، فدماغك يقعد يغلي إذا كان الجوال صح. أبغاك تفصل لي علميا في هذا الموضوع بدون تطويل، لأني عندي نقاط أخرى أريد أسألك عنها. طيب، نعود للنقطة الأولى الآن. نحن بحاجة لدليل، يعني قبل أن نستبق ونقول هذا، نقول أن هذا الشيء نافع أو مغير، بحاجة لدليل علمي، ودليل علمي كما تعلم يقوم بدراسات بحثية مقننة لها خواص وشروط، بحيث أنك عملت نفس دراسة في هذا المكان ألف وعملتها في مكان باء تحصل على نفس النتيجة. نعم. وهذا الشيء لا يتواجد أو لا يتطبق حاليا على نوعية الأبحاث الموجودة أو ما يوصف بالكيس ريبورت على استخدام الجوال. فالآن المتبع الآن هو وسيلة لتحديد قابلية الجهاز لإطلاق الإشاعات، يسمونه معدل الامتصاص النوعي. نعم. ومعدل الامتصاص النوعي هو مقياس يستخدم في مدى امتصاص أعضاء الجسم المختلفة الإشعاعات القادمة من هذه الأجهزة. يعني بالمختصر المفيد، الجوال يسبب السرطان نعم أم لا؟ حاليا إيه؟ بالأدلة الموجودة. نعم. لدينا لا. لا، الجوال لا يسبب السرطان. لا نملك. فيعني نقفل هذا الموضوع، حتى وهذا موقف منظمة الصحة العالمية أن الجوال لا يسبب سرطان الدماغ. إيه نعم، هذا الآن حسب التوصيات منظمة الصحة العالمية لـ 2010 لا نملك الدليل العلمي على ربط
استخدام الجوال بأمراض السرطان في الدماغ. نعم. طيب علميا هل فيه وقت معين تقول للناس طبعا المفروض أنكم ما تتجاوزون هذا الوقت في استخدام الجوال؟ هو طبعا الأجهزة تختلف، في أنواع من الأجهزة بثها نوع واحد أو طيف واحد، وفي أجهزة تبث كذا طيف، ممكن تستخدم خاصية الـ 3G أو الـ 4G أو الواي فاي، تضيف له خاصية البلوتوث، فكل ما أضفت خواص أو شغلت خواص إضافية في جهازك كل ما زاد تعرض الجسم لهذه الإشعاعات. فلا أعتقد أن نملك لحد الآن الجواب لهذا السؤال اللي هو مدى الاستخدام أو كم المدة اللي ممكن تستخدم فيها جهازك، لأن التوصيات حاليا بالحد من استخدام على قدر الحاجة بما ينجز المهمة بأقل مدة ممكن. وعدم الاعتماد النفسي عليها. اعتماد النفسي يعتمد على الإدمان النفسي. أنا طبعا من ناحية الإدمان على الأجهزة الإلكترونية أعتقد أن هذا موضوع حساس جدا وشائك ومحتاجين الأدلة فيه. أنا أتفق معك الحقيقة، يعني قد يكون في الوقت الحالي قد يكون مجرد تطلع من بيتك المسجد بدون جوالك. نعم. قد تكون يعني. طيب مثلا معلومة أنه يقول أنا طالع في الجوال والمفروض أنها ما إذا طلعت المفروض أنك ما طالع وقت طويل لجهاز عندك ولا تلفزيون، وإذا طلعت فيه وقت طويل يضعف نظرك. في ناس يقولوا طيب أنت كيف تقول أضعف نظري وأنا طالع؟ في ناس يستخدمون الجوال 24 ساعة ولا يضعف نظرهم، وفي ناس أصلا ما يستخدمون الجوال عندهم نظارات. فما هو الدليل؟ هل في بالفعل دليل علمي يقول انك اذا اطلت النظر في الاجهزه الذكيه يضعف نظرك؟ هو الحقيقه لانه حجم الاجهزه غالبا المحموله بحجم الكف، وهذا يتطلب منك انك تستخدم عضلات العين بحيث انك عضله العدسه فتحه البؤبؤ تكون ضيقه بما يسمح لك انك تشوف بشكل واضح، فهذا يمثل جهد على عضلات العين ذاتها، وهذا مع الوقت يضعف الابصار. والنصائح معروفه طبعا انك بعد مده محدده حتى وهو لو كان كتاب معك انك تبعد عن الكتاب وتنظر مسافه بعيده عشان تفتح عضلات العين، خلاف ان هذه الاجهزه تصدر منها الاشعه بذاتها وليست اشعه منعكسه، وهذه مشكله ثانيه. نعم. بحيث انك قد تؤثر على نفس الشبكيه ان ثبت ذلك، ما نعرف ان انواع الشاشات الحديثه. نعم. انتقلنا من البلازما للال سي دي للاي اي دي وداخلين في تكنولوجيا حديثه، وكل هذه اشاعات ضوئيه لها طيف نشوفه اللي هو الالوان وطيف ما نشوفه نجهله. نعم. ونجهل مشاكل الصحيه في المستقبل. نعم. مستشار عبد العزيز، الان فيه اعتماد خصوصا الشباب للأجهزة الذكية، حتى يقال من ضمن الأحاديث التي تدار بين الآباء إذا افتقدت عيالك طف الوايرلس في البيت كلهم يطلعون من الغرف، وهذا حقيقي إلى حد كبير. فالسؤال ما هي الصفات المشتركة بين الناس اللي يدمنون النت يدمنون الأجهزة الذكية؟ سؤال جميل جدا. طبعا أول شيء عندنا الفراغ، هذا رقم واحد، والملل طبعا، في احيانا الهروب، واحيانا انت تجد في الانترنت والاجهزه هذه تجد ذاتك، لانه في احيانا اشياء انت ما تجدها على ارض الواقع. يعني انت ممكن تحقق انتصار في لعبه في جيمز بس ما تقدر تحقق الانتصار على ارض الواقع، وهذه مشكله كبيره. نعم. فيكون اعتمادك النفسي كثير جدا، فتلاقي اغلبهم يدورون في الحيز هذا. لكن أنت ذكرت شيء جميل جدا، هل فعلا أثر علينا وعلى مقدراتنا وعلى مقدرة جيلنا؟ هو أثر استخدام هالأجهزة، ومن خلال خبرات شخصية لما تروح للجامعات مخرجات التعليم العام ضعيفة جدا بسبب وجود هالتقنيات هذه، ما عاد فيه الاستخدام زي ما ذكر الدكتور فيصل. يعني الدكتور فيصل والجيل اللي يسمعونها الحين الكبار تلاقيهم كانوا يقرؤون ويبحثون ويكتبون بيديهم. طيب ممكن في مستشار عبد العزيز واحد يقول يا اخي طيب في هارفارد يونيفرسيتي في جامعات اليابان الاجهزه الذكيه تستخدم في كل محل، وبالعكس هم في قمه التطور، هل تتوقع ان هذا هو السبب يعني؟ لا ما هو بالسبب، السبب عدم الاتزان في استخدام الاجهزه. احنا مشكلتنا وهذه مشكله يعني احنا نجدها حتى في انفسنا، اتكلم لك عن نفسي وعن الناس اللي نعرفهم، ومشكله الشعوب الشرق اوسطيه عموما، احنا ما عندنا احيانا ما نلقى حلول وسط. نعم. يا افراط يا تفريط. نعم. مع ان احنا الامه الوسط، وهذه المشكله. يعني لما تجي الواحد وتقول له يا اخي اولادك خلهم ساعتين في اليوم اطلع معهم سوي لهم نشاط، يقول لا يا اخي انا ماني فاضي، ولا يقول يا اخي يتعبون لازم ياخذون اجهزتهم معهم. انا استغرب من بعض الناس اللي ياخذ اولاده معه وكل واحد معه اجهزته ماخذها. طيب خلها واطلع انت وياهم وسووا الأنشطة حقتكم الاجتماعية والأنشطة اللي فيها حركة حقيقية وفيها تعامل مع الناس
وبعدين رجعهم ما في مشكلة. يعني أنت تؤيد السلوك الاجتماعي الذي ينهجه بعض الآباء والأمهات إذا جت العائلة مثلا في اجتماعها الأسبوعي يقول طلعوا أجهزتكم وجوالاتكم الذكية كلها برا وخلونا نجلس ونتكلم مع بعض. هذا مطلوب، هذا أنا أعتبره تصرف صحيح 100%، وأتمنى أنه يكون في اتزان برضه، يعني يكثفوا. أحيانا بعض الناس تلاقيه يسوي بس بقلة، يسوي مثلا يوم في الأسبوع، يعني كثفه، لأنه هذا هو المطلوب، أنك تعود بالأمور إلى نصابها الصحيح. لذلك أنت لاحظ نتكلم عن جانب آخر، الجانب النفسي. أحيانا أطفالك معك والأخوانك هو فعليا مو معك، قاعد يفكر في شيء ثاني، يفكر في لعبة، يفكر في أشخاص يتواصل معهم عن طريق الإنترنت، فما في تواصل معك كأب. التواصل مقطوع تماما، هو موجود، يعني موجود ولكنه ليس متواجد. نعم. يعني التواجد يكون في مكان آخر، التواجد النفسي يكون في مكان آخر، معزول تماما، وهذه مصيبة كبيرة جدا. وبعضهم حتى تجد أنه إذا بغى يتواصل مع أبوه ولا مع أمه يرسل رسالة بالواتساب. نعم. يكون في نفس البيت يرسل رسالة، يعني أصبح تواصله إلكتروني أكثر من تواصل اجتماعي. يعني حتى القيم يا دكتور، القيم قلت شوي. يعني أنت مثلا بدل ما كنا نستغل نقول والله الواحد يحتك بأمه وأبوه كثير عشان يلاطفهم وعشان يعتني فيهم ويكون في نوع من أنواع البر، لا، صار بالجوال وبالواتس وبالزي ما تفضلت. إذا حتى صرنا نضرب فراطنا في استخدام التقنية هذه والأجهزة هذه في قيمنا الاجتماعية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نعم. دكتور فيصل، فيه بعض الناس يتخوف من السكن قرب أبراج الضغط العالي أو أبراج التلفونات حقة الاتصالات في جميع دول العالم، وهناك قضايا في أمريكا كثيرة جدا في هذا الموضوع، وقضايا في دول أخرى أيضا. وبعض الناس يعتقد أنه، طبعا أنت عارف أمراض السرطانات، الله يحفظنا وإياكم المشاهدين، والأمراض النفسية تنتشر في كل محل في العالم، لكن إذا جاء لهؤلاء الناس مرض نفسي أو سرطان نسبوها إلى البرج الجوال أو برج الطاقة على أنه أسهل شيء يعلقون عليه المرض، فما هي الناحية العلمية التي ثبتت لديكم في هذا الموضوع؟ طيب، الحقيقة هذا الموضوع قد يكون من أهم المواضيع وأكثر حساسية في حلقة اليوم. نحن نعلم أن أمراض السرطان عموما وبما فيها الدم أو أي جزء من الجسم تعتمد على القابلية لدى الإنسان، أن يكون عنده الجيناتكس أو عنده الجينات لتخليه عنده قابلية قياسا لبقية الناس. فهذا لابد يكون في قابلية لدى الشخص بذاته، إما بصفة وراثية يكون هذا النوع من الأورام موجود في العائلة. نعم. أو يكون بصفة أنه حصل له أثناء حياته تعرض لحاجة من المحيط الخارجي أو من البيئة، يسمونه environmental. نعم. فالربط هنا زي ما احنا قلنا نربط التدخين بالأمراض السرطان، قد يحصل عندنا ربط بالتكنولوجي وأمراض السرطان، لكن هل هناك ربط يسمونه سببي أو causation؟ الحقيقة نفقد الدليل أن causation effect موجود، يعني ما في دليل أن هي الأبراج التلفونات أو أبراج الضغط العالي تسبب السرطان بشكل مباشر. إلا أن المثبت علميا أن امتصاص جسم الإنسان للموجات من أبراج الهاتف النقال تعادل 5 امتصاص جسم الإنسان موجات بث الراديو والتلفزيون. فالامتصاص بحكم أن هذه الموجات مداها أعلى وهي أقصر شوي، امتصاص الجسم يكون للخمس، وهذا معناته لو وإحنا نعرف أن الراديو والتلفزيون في العالم من فوق 100 سنة ومن 50 أكثر من هذا. نعم. بكثير وقليل، فبحكم أنه ما لاحظنا هذا الشيء من أبراج التلفزيون. نعم. والراديو، نجعل بالقياس أنه أبراج الجوال نفس الشيء. يعني أنت تبغى تعطيني الفكرة أنه الإنسان نحن نسبح في موجات كهرومغناطيسية كونية وراديو وتلفزيون طول الوقت تخترقنا الأشعة؟ بالضبط 24/7. نعم. يعني طيب 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. طيب اسمح لي يا دكتور نطلع إلى استطلاع ثم بعد ذلك نرجع لكم الحديث. أي لا شك الجوال بأي أنواعه لا شك أنه يؤثر تأثيره، قد يكون ما هو على المدى القصير، على المدى البعيد يؤثر تأثيره. والله أعتقد أنه ما في شك، يعني لها تأثير، خصوصا أشعة الجوال لما كثرة الاستخدام، أحيانا نستخدمه ساعات طويلة على الإنترنت، على تفتح تويتر أشياء، هذه يأخذ مننا وقت طويل وتركيز،
فيجي فيها آلام في العين وصداع وضعف النظر، وأنا بديت أنا نفسي شخصيا أعاني من الشيء هذا. أكيد بيأثر على العين، بيأثر على الودن، لأن طبعا الإشعاعات بتطلع من الجوال لها تأثير على المخ كمان مش على العين بس. أكيد استخدام الجوال بكثرة بيأثر على العين، يعني الأوقات طويلة بيأثر يعني. طبعا أكيد شيء طبيعي يعني، لأن الجوال أساسا شبك فيه شبكات داخل، فيه أكثر من شاشة وراء الجوال، أكيد تأثر عليه، وخصوصا إذا قعدت يمكن 3-4 ساعات عليه أساسا يعني شاشة الجوال نفسها بتأثر عليك. يعني لو نظرت مثلا بعد شاشة عن الجوال تحس في وشوشة، في أثار بسيطة، بس لو رجعت مرة ثانية للجوال لأن وكل يوم بعد مستمر راح، وإذا متأكد راح أفحص كل ستور راح أفحص وش راح تكون. والله في معلومة اللي هي أنه إذا كان كل ما كان شيء أقرب من العين يقصر النظر مع الوقت، فما أظن الأشعة أو شيء يعني يضر الجوال نفسه، سواء التلفزيون جوال كمبيوتر كلها، لأن المسافة قريبة، بس كل ما كانت المسافة بعد يتعود النظر أنه يمتد فيصير النظر طبيعي يعني. والله أكيد يعني كون يعني يمكن عندنا موجودة إحنا في مجتمعنا أنه غالبية سواء كان إحنا كأشخاص أو الأسر عندنا يقعدون على التلفزيون بالساعات الطويلة حكم أنه ما في أي وسائل ثانية، فقوة التركيز والجلوس أمام التلفزيون أحيانا حتى آلام الرقبة، ما في حركة، قل الحركة هذه تسبب تآكل حتى في الفقرات، يعني تكشف يقولك والله عندك احتكاك في الفقرة الخامسة من كثر ما تركيزهم على الشاشات. أكيد عشان الانبعاثات الضوئية بتأثر على خلايا المخ، بتأثر على السمع، بتأثر على العيون، بتأثر على البصر، كل الحاجات دي بتأثر لها تأثيرات أكيد طبعا. لكن إذا كان في مدة معينة يعني تكون مسافة بين العين اللي يقولها الدكتور ممكن. طبعا نفس إذا التلفزيون نفسه، يمكن عشان لو أقولك يعني يعني أبعد عن التلفزيون، لو أقولك الكمبيوتر مثلا، كمبيوتر لو جيت بيقولوا لك في شاشة محمية من شاشة جهاز ما تأثر على العين، بس التلفزيون ما في، كلها ذبذبات تأثر على العين. قد يكون يعني ضعف النظر، قلة التركيز، لأن التلفزيون يعود الواحد يكون يعني تركيزه أقل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد الاستطلاع لإكمال حديثنا حول الأجهزة الذكية والجوال وآثارها الصحية. مستشار عبد العزيز، أنا عندي مثلا ونفرض طفل في البيت ويستخدم الآيباد ولا يستخدم الآيفون ولا يستخدم أي شيء من الأجهزة الذكية، وملاحظ أنه يستخدم وقت طويل، يعني يجي يذاكر من المدرسة نص ساعة وأنا أقعد أنشغل في أعمالي اليومية الأخرى وهو يقعد على الجوال 3-4 ساعات. سؤالي كيف أقيمه نفسيا؟ أعطني 3 أشياء أستطيع بها تقييمه نفسيا، أن تضرر نفسيا من هذا الجوال ويجب أني أقطع عنه بالتدريج، كيف أستطيع أقيمه ب3 أشياء؟ سهل جدا. أول شيء الشيء الأول أنك إذا سحبت من الجهاز هذا إيش ردة فعله؟ كيف؟ هذا الشيء الأول تلاحظه يكون منفعل ويطالب فيه وما يقدر يجلس بدونه، زي ما ذكرت لك حتى لما تجي تخرج من المنزل يبغى يصطحب هذا الجهاز، يعني تكون ردة فعل عنيفة. عنيفة جدا. نعم. الحاجة الثانية التركيز وتشتت الانتباه، يعني حتى لما يجلس أحيانا في مكان لفظ أنه جلس معاك ومثلا في أطفال في سنه وجو جلس معاهم بدون هالأجهزة هذه، بتلاحظ أنه عنده نوع من التشتت وقلة التركيز، ما يركز. يعني حتى ممكن هذا يؤثر على أدائه المدرسي. نعم، وهذا اللي احنا تكلمنا فيه، انه يكون تواجده الذهني ما هو في المكان اللي هو حاضر فيه جسديا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فأنت لما تركز عليه تلاحظه في ناحية السرحان، ناحية ثالث شيء اللي هي تلاحظ أحيانا حتى المصطلحات، طريقة التعامل مع الآخرين حسب الألعاب والمواقع اللي يدخلها، فتلاقي حتى تأثر على مصطلحاته على أفعاله، تلاقي زي ما قلت مثلا عنيف حتى مع أقرانه ولا مع أخوانه، ولا يستخدم ألفاظ هو يستقيها من المواقع اللي يشتغل فيها. في 3 أشياء هذه مشاهدة عند الجميع، ويعني
وبإمكان المشاهدين والمشاهدات يشوفونها عند أطفالهم عند أخوانهم موجودة يعني يعطيك تمام. مصطلحات من مواقع النت ومن الألعاب نعم. يعني إذا زعل منك يقول أنت إكس مثلا. أنا بقول لك على شيء دكتور نعم. خالد يمكن شيء كذا فكاهي ومضحك نعم. إحنا وإحنا كبار أحيانا لما ننساق في بعض الأشياء اللي في المقاطع معينة ولا شيء ممكن تلاقينا لا شعوريا أحيانا عقلنا الباطني يدفعنا أن نقول عبارة على موقف معين نشوفه أخذنا هالعبارة من واقع مثلا مقطع في نعم. اليوتيوب فهذا شيء طبيعي جدا فما بالك يعني فما بالك في نفسه صغيرة نعم الطفل اللي هو المرحلة هذه عنده اللي هي من سنتين إلى 7 سنوات هي يعني استقبال. قمة التكوين والاستقبال نعم. فهذه مشكلة نعم. نعم. دكتور فيصل أبنائنا في البيوت تلقى ناس ما زالوا في الابتدائي مثلا في ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي يقول أبغى آيباد أبغى جهاز جوال فلان زميلي في الفصل عنده جهاز جوال ليش ما تجيبوا لي جهاز جوال كيف أنت أبو ودك تسعد ابنك في نفس الوقت ما ودك تضره كيف علميا تقدر تحل هذه المشكلة السؤال هذا الحقيقة ممتاز أنت بحاجة إلى أخصائي في الطب السلوكي للأطفال بحيث أنك تخلي هذا الجهاز وسيلة تحفيزية بحيث أنك تكافئه لما تقدم له الجهاز طبعا يكون تحت إشرافك ومحدد مقنن المحتوى وتعاقبه إذا شفت أنه في قصور بأنك تبعده عنه فيكون ممكن يكون هذا الجهاز نفسه أداة إيجابية في التربوية بحيث أنك أداة مكافأة أو تحفيز لما تشوف شيء إيجابي ولما تكون تحسسه بالذنب تبعده أو ما تشاركه في اللعبة تكون لعبة جماعية وتخليه يلعب لوحده ما تكمل معه اللعبة أو إذا تكون كلعبة تعليمية فأعتقد أنه تحديد الوقت تحديد المحتوى وطبيعة العلاقة بين الأب أو الأم والطفل والجهاز هي مثلث بحيث أنك تصنع علاقة إيجابية يعني ما هو بس أجيب له الجوال والجهاز وخليه معه أي طبعا أنا أدخل كطرف ثالث في العلاقة أي نعم وحبذا أنك حتى تكون مطلع على المحتوى كامل كذلك تعرف تصنيف المحتوى السني وهذه خاصية الواحد لا يعني لابد الأب والأم يكون على علم الجهاز هذا مسموح فيه لحد أي سن كيف يشرح لي يعني مثلا قصدك أني أقدر أحدد في الجهاز إيه؟ نوعية المادة اللي يقراها الطفل وحتى نوعية المادة اللي ممكن يضيفها كذلك حتى بدون علمك ففي عندك في خاصية الأذونات ممكن تحدد السن المسموح للتطبيقات فعندك سن الأطفال مثلا والشباب والبالغين وكل فئة سنية لها طبعا اشتراطات محددة بالمحتوى نعم. وهذه محتويات مقننة عالميا نعم. والقوانين تعاقب من يخالف هذا ممكن لو حطت محتوى بالغين في تصنيف أطفال صاحب المحتوى ممكن يعاقب قانونيا نعم. فأعتقد أنك تدخل وتحط الباسورد لتصنيف الجهاز وتسمح للابن أو تحسس الابن بثقة نوعا ما فيه فهو مهما دخل ما حيشوف إلا المحدد سنيا حسب سن الطفل وهذا أعتقد يمكن من الأشياء اللي تفوت العديد من المستخدمين مع أنها موجودة الخاصية ومجانا يعني الرسالة اللي نبغى نقولها أنه مسؤولية كل أب وأم أنهم يحددون محتوى الأجهزة الذكية لأبنائهم ما هي مسؤولية أعتقد أنها واجب نعم. لأن الابن والأب في النهاية هم قصر هم تحت هم أمانة من الله سبحانه وتعالى عندنا وهذا واجب عليهم بما أنك تكلفت ودفعت قيمة هالجهاز نعم كلف نفسك شوي وتحمل مسؤولية المحتوى حقك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى لو ما يعني الواحد لو يجهل يروح لأي محل متخصص وهذه موجودة زي ما تفضل دكتور حتى على في البلاي ستيشن على الأشرطة بتلاقي في أعمار في تصنيفات تلقى العمر وتلقى ومحدد مفصل كل شيء يعني محدد أي لها لون لها شيء علامة معينة طيب 12 سنة النقطة الأهم واللي كنت أبغى أحد أسلط الضوء عليها أنا خايف كأب من المضاعفات الجسدية المرضية هو أصلا عنده التهابات في الأذن متكررة وكل شوية اللوز ثائر عليه وبعض الأحيان تجي موية في الأذن والحين طالب له جوال وأنا خايف أن الجوال يأثر على أذنه فالسؤال هل الأطفال أكثر عرضة من البالغين لمضاعفات الأجهزة الذكية هذه؟ طبعا احنا اتفقنا من البداية أن هذه الأجهزة تصدر إشاعات نعم. وتعتمد أنواع الإشاعات على خواص اللي في الجهاز نعم. ما في شك أنه كل ما كان جسم الإنسان ينمو فالخلايا الجسم في عملية انقسام ونمو وأثناء عملية الانقسام في الجسم من يوم الله يخلق الإنسان كجنين إلى أن يصل مرحلة الرجولة والشباب ويكتمل النمو
هو خلايا الجسم ما هي مستقرة، هي تتبدل، ففي عملية انقسام ونمو. وعشان كذا الحامل، النساء الحوامل والأطفال دون السابعة والثامنة هم أكثر ناس لازم نحميهم من هالأشعة اللي ما لها داعية، واللي يعني خلنا نقول الزائدة. ففي توصيات فعلا الحقيقة أنه هذول الفئة اللي يسمونها الفيرنبل أو المعرضة للمخاطر، المخاطر نعم، لازم نبعد عنهم. الإشاعات الغير لازمة مثل الواي فاي في البيت شغال 24 ساعة، ما أنت محتاج 24 ساعة. نعم. عندك الله يحفظك الجوال نفسه مع ابنك حاطه في جيبه طول الوقت، أو الآيباد أو التابلت، لازم تحدد مدة استخدام، لأنه في النهاية معتمد على شبكة، على شبكة واي فاي. نعم. ويستقبل ويرسل. نعم. فهو في النهاية منطقة هوت سبوت، هو جاي في مكان عند ابنك. نعم. فلا فعلا توصيات الآن عالميا تحمي الأطفال في البيوت، في المدارس وفي الأماكن العامة كإجراءات احترازية. إيه نعم. نعم. مستشار عبد العزيز، الآن إذا كان طفل مثلا جيته في البيت وعند واحد من أقاربك مثلا، سهل تسأل عن عمره، تقول كم عمره، يقول 7 سنوات، لكنك مثلا تشوف الآيباد معه ولا الجهاز الذكي وتبغى تعرف نموه النفسي، هل يمشي مع نموه الجسدي ولا لا؟ كيف تستطيع تقول هذا الجهاز مؤثر عليك كثير؟ يعني كيف تقيم نموه النفسي؟ طبعا زي ما قلت لك يا دكتور خالد، انت تبدأ من خلال حوارك معه تسأل عن أسئلة، عن طبيعة علاقاته، عن فهم بعض الأشياء، حب بعض الأشياء، بتلاحظ أنه كل أجوبته مصبة واهتماماته على ماذا يوجد في هذا الجهاز اللي معه. يعني تسأله مين يرجع على نفس طول الجهاز يرجعك للأسف. يا يعني على سبيل المثال أنا أذكر لك أمثلة شخصية، يعني أعرف ناس عندهم أطفال يحبون الرسم من وهم صغار، فتجي بعد سنتين وهو مع جهاز ذا ما عاد له اهتمام بالرسم ولا عاد بس يبغى، بينما لو كان فيه اهتمام شوي وجبت له أدوات وساعدته وشجعته نميت موهبة عنده. في النهاية الحواس لما تشغلها، اللي هي مثلا اليدين، العينين، الأذنين، يعني تصونها وتستخدمها استخدام يعني ملائم، هي تساعد على تنمية العقل والتفكير. نعم. بينما لما تفرط في استخدامها وتجور عليها باستخدام زي هذا، نعم، هي أنت قاعد تأثر. يعني من ضمن الأمثلة اللي يمكن الدكتور قال عليها الجسدية، أنت قاعد لما تجيب للولد جهاز تابلت ولا آيباد ولا جوال يلعب فيه، أنت بديت في مرحلة الجلوس الكثير، وهذه مرحلة سمنة. نعم. تبي تدخل فيها ومشاكل السمنة وأنت عارفها يا دكتور. نعم. غير الأشياء الثانية اللي تأثر، غير الإشاعات، غير، فأنت قاعد تربي في الحقيقة جملة من المشاكل الصحية. نعم. وهذا مشكلة. إحنا دكتور زي ما قلنا، أنت قلت اليابان وأمريكا، احنا ما احنا ضد التقنيه، بالعكس التقنيه شيء جميل. يعني نحن ندعو الى الاستخدام الذكي للاجهزه الذكيه. نعم. والالتزام حتى. نعم. كنت اتكلم مع الدكتور فيصل في الكواليس، دكتور انا اتمنى يكون في جمعيه متخصصه بس للتثقيف عن الموضوع هذا، يكون فيها دكاتره ومختصين وتكون جمعيه بس للتثقيف. نعم. احنا عارفين يمكن ذكر لي عندهم جمعيات متخصصه علميه. نعم. لكن كتثقيفيه للمجتمع، وانه احنا نوضح للمجتمع انه لازم يكون في عمليه توازن. نعم. تعرف يا دكتور الجمعيات والمنظمات هذه يكون عندها برامج نشرات توعويه مخصصه. نعم. للاطفال، للكبار. نعم. في النهايه انت قاعد توعي المجتمع. نعم. زي انا اعتبرها يا دكتور زي جمعيه مكافحه التدخين، زي جمعيه مكافحه المخدرات، زي هذه، بس ما تدعو انه لا تستخدم، لا تقول لك توازن استخدام ذكي. نعم. دكتور فيصل، الان بالنسبه ل تأثير الأجهزة الذكية والاستخدام الطويل على تيبس الرقبة واحتكاك الرقبة الفقرات في العنق، هل هناك ارتباط بين احتكاك فقرات العنق والاستخدام الطويل للأجهزة الذكية؟ نغفلنا الجانب هذا لأنه جانب سلوكي في الاستخدام، ولا يعني ما يمس الإشاعات بشكل مباشر. نعم، هناك علاقة قوية ولا تتمثل في سلوك المستخدم اثناء استخدام الجهاز، وضعيه الجسم او البودي بوستر حقته. فاذا كان طول الوقت منحني للامام في وضعيه غير صحيه، الجهاز قريب منه او يستخدمه مثلا خلينا نقول في وعلى جنب او في وضعيه محدده، هذه كلها تعرض الابن، اما اذا كان طفل للتقوس، تقوس العمود الفقري اذا كان يستخدم الجلسه مده طويله، او اذا كان من البالغين انه فقرات العنق نفسها يكون فيها
الديسك اللي بينها يكون عليه ضغط من احد الجهتين وما يؤدي الى انه يكون فيه اصابه بالديسك في العنق. هذه حقيقه مثبته. عشان كذا اللي يجلس مده طويله حتى لو كان في المكتب او على 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 جهاز لابتوب لازم من وقت لوقت يقوم يوقف يسوي بعض التمارين المكتبيه. التمارين المكتبيه تستخدم كذلك مثلها مثل الاجهزه المحموله. نعم وضعيه الجسم نوع من انواع السلوكيات. قديش المفروض انه يجلس اكثر من كم؟ والله اذا ما خاب ظني انا ما املك الحقيقه المعلومه الصحيحه لكن اتوقع انه اكثر من نص ساعه 45 دقيقه لابد يبدل وضعيه الجسم. نعم يعني لكن المطلوب ان الواحد يبحث عن المعلومه الدقيقه في المده الزمنيه. نعم طبعا الحديث ذو شجون في هذا الموضوع لكنه اعتقد انه سلطنا الضوء على النقاط المهمه. المستشار عبد العزيز المبارك والدكتور فيصل السويدان استشاري الاعصاب شكرا جزيلا لكما. شكرا لك. اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر بكم إن شاء الله.